السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وكيف ما العادة غادي نقدم لكم وصفة جديدة ديال الكيكة عادية بمذاق البرتقال والفريز، مختلفة على باقي الكيكات، كتجي رائعة وجد اقتصادية. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وما تنسوش الضغط على الزر الأحمر أبوني للاشتراك في القناة. وغادي نبداو على بركة الله. وبالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 4 ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ، بالعبار ديال كاس العنبة، عندي كاس وربع ديال الزيت، كاس وربع ديال الحليب بدرجة حرارة المطبخ حتى هو، وعندي كاس وربع ديال السكر سنيدة، ساشي ديال السكر فانيلا، عندنا قشور ديال البرتقالة واحدة حكيت وخديت لها القشور ديالها، وهذه النكهه ديال الفريز انا غادي نوريكم فاش نحتاجوهم، 4 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق، دقيق سبيسيال، و 3 ديال الخمارات من وزن 8 غرام. باستعمال الخلاط الكهربائي او الطراب الكهربائي اللي متوفر عندكم خدموا به، مهم اللي كترتاحوا فيه. انا خديت هنايا الخلاط الكهربائي، درت فيه 4 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، وغادي نضيف قبصة ديال الملح باش حيد لينا الزفورية ديال البيض، صافي. وغادي نطربهم حتى يولي لينا اللون ديالهم ابيض والقوام يكون كثيف. قد ما طربتوا البيض بوحدو قد ما كتطلع الكيك خفيفة خفيفة وكتجي طالعة. هنايا بعد ما طلعت البيض مع قبصه ديال الملح، غادي نضيفوا عليهم السنيده وغادي نكملوا في التطراب. يعني كل حاجه غادي نضيفها بوحدها، ما غاديش ندير كل شيء في مره واحده باش الكيك كيجينا خفيف بزاف. هذه هي الطريقه الصحيحه باش يجيكم الكيك منفوخ. بعد ما خلط جميع العناصر غادي نخويو هذا الخليط في اناء، وغادي ندير دابا الدقيق، يعني قلت لكم 4 ديال الكيسان ديال العنبه، هنا راه الدقيق غربلته من قبل، عاد كنخلطو مع الكيك. ودابا غادي نزيد الخمارات حتى هما من طبيعه الحال غادي نغربلهم، حيت كيكونوا في واحد الكويره ضروري ما يدوزوا في الغربال، وغادي نزيد معاهم واحد المعلقه ديال الدقيق باش يدخل، باش هذيك الخميره تدخل لينا مع الخليط. وبالنسبه للخليط يكون ما ثقيل ما خفيف، يعني خصو يكون بين وبين. صافي، هنايا من بعد ما كملت الخليط قسمته على زوج، هذا غادي نضيف ليه، القشور ديال البرتقال، قشور ديال البرتقاله واحده تكون محكوكه، صافي. نخلط مزيان، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الدقيق، بانت ليا الخليط شويه خفيف، خصني نتقل واحد شويه باش نتحكم فيه، وفي نفس الوقت كيجي طالع.
وفي النصف الثاني اللي هو هذا غادي نضيف هنايا النكهه ديال الفريز. اي نكهه ممكن تضيفوها، كيبقى حسب الذوق وحسب الموجود عندكم. انا عندي هنايا النكهه ديال الفريز، عندي حتى النكهه ديال البيستاش ولكن ما درتهاش، كنفضل انا هاد النكهه كتعطي مذاق زوين في الكيك. صافي حتى هي غادي نخلطها مزيان. صافي بعد ما خلطت هاد النكهه مع الخليط مزيان، غادي نضيف واحد المعلقه ديال الدقيق حيت بانت لي هي خفيفه. صافي وغادي نخلطهم مزيان. صافي انا كناخذ مول على هاد الشكل، كندهنو غير بالزيت والفورص، ودرت عليه هاد الطبقه البيضاء هي الاولى على هاد الشكل. المهم تبعوا معايا المراحل باش تفهموا. درت هاد الطبقه البيضاء هي الاولى، وهذه البودره ديال الكاكاو غادي نحاول نديرها كطبقه من فوق من هاد البيضه، نحاول ندورها عليها كامله حتى تغطى. يعني قد ما درتو الكاكاو قد ما كتجي احسن. انا عندي غير هاد الكميه هي اللي اكتفيت بها، يعني الا كان عندكم كميه اكثر يعني ديروا طبقه شويه غليظه باش تجي باينه. صافي على هذا الشكل، المهم نحاول نغطي كاع داك البلايص البيضين يتغطاو. صافي وغادي ندير دابا الطبقه الثانيه اللي درتها بنكهه الفريز. كيف ما سبق لي وقلت لكم يعني اي نكهه تقدروا ديروها. هاد اللون كيجي زوين مع الكاكاو ومع الطبقه البيضاء. انا لعبت فقط على الالوان، ممكن المره الجايه غادي نجربها بنكهه اخرى. المهم حتى نحاول نديرها كطبقه سميكه. نحاولوا نغطيو ثاني هذيك بودره الكاكاو. الاساس هو ان هاد الخليط اللي كيكون بهاد اللون يكون في الوسط كتير. صافي كناخذ غربال كندير فيها معلقه كبيره تقريبا ديال السكر الرطب او السكر الثقيل، وكنديروا فوق منها الطبقه ديال الخليط الوردي اللي بنكهه الفريز. صافي وغادي نزيد فوق منها هاد الطبقه ديال الخليط الابيض. راه نسيت ما قلتهاش لكم في الاول، يعني هذاك الخليط الابيض كتقسموه على زوج، واحد كديروه من التحت وواحد من الفوق باش تجينا هذيك الطبقه ديال نكهه الفريز تجي لينا الوسط. صافي حتى هو نحاولوا نغطيو به الجوانب كاملين. وهذا هو الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا كتجي راقيه في المنظر ورائعه في المذاق، كتجي زوينه بزاف لذيذه، بمكونات موجوده في كل بيت واقتصاديه. كنتمنى انكم تجربوها. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، راها كتجي رائعه واللون ديالها زوين بزاف مع اللون ديال البرتقال واللون ديال النكهه وبودرة الكاكاو، كتجي بنينة طالعة. كنتمنى انكم تجربوها، وما تنساوش الضغط على الزر الاحمر ابوني للاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالي.